وشفنا يعني بداية الدوري، أنا في اعتقادي بداية مبشرة لا بأس بها. على المستوى البدني طبعا لسه في وقت شوية عشان نوصل لأعلى مستوى، ده طبيعي حتى في كل الدوريات الأوروبية، لكن معدل التهديف كمان مقبول. يعني الزمالك لسه المباراة منتهية 1-1، يمكن جه نادي الاتحاد أحرز هدف في الدقيقة 90 وأحمد راشد، وكمان بيراميدز أعتقد كان كمان 3-0 النهارده، فمعدل تهديفي عالي. أنت بتتكلم برضو إن النادي الأهلي بيكسب 2، بيراميدز بيحرز 3 أهداف، النهارده في مباراة الزمالك والاتحاد فيها هدفين، فكمان على المستوى التهديفي لا بأس به، مقارنة طبعا بإن إحنا بقالنا كتير جدا جدا بعيد عن الكورة، وبالتالي زي ما إحنا قلنا وحضراتكم يعني اتكلمنا في الموضوع ده، إن عودة الدوري كان مهم جدا جدا للكرة المصرية بشكل عام وكمان لمنتخبنا. طيب. الكرة المصرية بقى تعالوا نخش على الكرة المصرية، وعايز أقول لحضراتكم إن أنا يمكن الحمد لله قضيت 15 سنة في أوروبا، الموضوع مختلف إلى حد كبير جدا من عملية التنظيم، عملية إن إزاي الناس دي بتشتغل لمدة 10 أو 15 سنة عشان تبني حاجة. فأتكلم مع حضراتكم وأبدأ معاك يا أستاذ محمد، أنت شايف مشاكل الكرة المصرية فين بالظبط؟ لا دايما ما كانش شكل الكره المصريه متركزه جدا في التخطيط، او يكون عندك مجلس اداره اتحاد كره بيفكر للمستقبل زي ما حضرتك بتقول، بيفكر لمده 15 سنه لقدام، فبيحط خطط قصيره المدى وحط خطط طويله المدى يشتغل عليها بشكل طويل جدا. طول ما التخطيط موجود وعندك لجان فنيه شغاله بشكل كويس، اعتقد انك انت هتقدر تعمل كره كويسه. مش ممكن يكون عندك كره مميزه في القمه الا لو كانت عندك قاعده محترمه جدا وقاعده مميزه. فالاهتمام بقطاعات الناشئين في الأندية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، وتعمل مسح كامل لكل الناشئين على مستوى جمهورية مصر العربية، بحيث انك انت تقدر توصل للمواهب، اعتقد انك انت لو عملت ده مؤكد ان المستقبل بتاعك هيكون وردي، مستقبل جميل، مستقبل مبشر يعني. طب خلينا برضو ناخد عنوان كده، علشان حضرتك كلمت في عنوانين، العنوان الاول حضرتك بتتكلم على موضوع التخطيط على مستوى الاتحادات، على مستوى اتحاد الكوره. تمام. ان احنا لسه لغايه دلوقتي ما عندناش لونج بلان للتخطيط لفترات طويله. وعلى سبيل المثال انا اقول لحضرتك حاجه بتاكد كلام حضرتك، ان المنتخب الالماني نفتكر انه كان في كاس العالم 2006. تمام. ده خرج في ثالث. فكان انا كنت بحضر هناك محاضره، لان كنت يعني باخد اللايسنس هناك من المانيا، وكان ماتيا زامر دوت كان المدير الفني للاتحاد الالماني، حضرت له محاضره. اول حاجه قالها طبعا احنا مش راضيين عن ان احنا نبقى البطوله على ارضنا ونطلع تالت، وبدا يشرح خطه من حضرتك بتتكلم من 2006 ل 2026، بدا بيشرح خطه لمده 20 سنه جايه، والخطه دي كان محطوط فيها النقطه برضو حضرتك اتكلمت فيها اللي هو منتخبات الناشئين وازاي هيشتغلوا بيها، وان ازاي الخطه دي هتمتد لعشرين سنه بكل تفاصيلها محطوطه، وانا كمان استلمت على سدهاية، فحاطين بلان اوريدي لمده 20 سنه. وطبعا منتخب المانيا خد كاس العالم 2014، والناشئين بتوعهم برضه اكتسحوا اوروبا، منتخب الشباب حصل على بطوله اوروبا، المنتخب اللي خد كاس العالم للقارات ده منتخب البي تيم بتاع المانيا. فنقطه مهمه جدا حضرتك بتتكلم عمليه التخطيط، فلابد ان يكون عندك اتحاد التخطيط، ودي السياسه دي ما تكونش مرتبطه بمده مجلس اداره، يعني انا بالاشخاص بالظبط يعني، فبحط خطه مثلا لمده 10 سنين او 15 سنه بحيث ان انا يكون ليا وجود ثابت. اللي بيحصل عندنا ان احنا مش مهتمين على الاطلاق بالقاعده اللي تحت، ما فيش شغل خالص تحت خالص، يعني ما فيش تخطيط للكره من تحت، وبالتالي كل اللي بيحصل عندنا فوق دي ظواهر طارئه تظهر وتختفي، وممكن يحصل عندك جيل يكسر الدنيا وبعد كده نختفي تماما.